يعني شو حاب احكي؟ حاب انه احكي انه اطفال كنت هون اطفال سوريا حزن هم عايبكون بسبب الحرب. رسمت هناك بيت وجنبه شجر وكتبت اهلا فيكم في سوريا. هذا شيء ايجابي انه احنا نرجع لسوريا. احيانا بيكون مثلا الطفل عاطفي مثلا احيانا يعني بيرسم نفس الشيء اللي هو مثلا معتمد فيه. احيانا بيكون الطفل يعني علمي او عملي طبعا حسب كل اتجاه لكل طفل. تعلمت يعني حطيت في عقلي بس ارجع لسوريا ارسم الرسم في بقول الحالة بالاردن لما رسمت برسمها سوريا نتعلمها لها عشان لما نرجع لسوريا نرسم بيوتنا.